إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذه الدورة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة بإتمام هذا الكتاب المقرر في هذه الدورة. على ما ذكر الشيخ زهير حفظه الله تعالى من أن هذه الدورة هي دورة مكثفة في الفقه، يكون فيها دروس 6 في كل يوم لمدة 4 أيام. الكتاب المقرر هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العالم المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. تقدم معنا أننا نختار الكتب التي نصح بها العلماء، فسبب الدراسة لهذا الكتاب نصيحة العلماء أول. الثاني، على ما قرر العلماء من أن أول ما يبدأ التوحيد، أول ما يبدأ به هو التوحيد، وبدأنا بدراسة ولله الحمد الأصول 3 ثم القواعد 4 ثم الدروس المهمة ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الوسطية. الآن نريد أن ننتقل إلى الفقه. بعض العلماء رحمهم الله تعالى يرى أنه قبل أن يدرس الطالب الفقه يبدأ بأصول الفقه، فلا إشكال الآن سواء بدأنا بالفقه مباشرة أو أن بدأنا بأصول الفقه ثم الفقه، فلا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى. وبعض الأمور التي تتعلق بأصول الفقه وكذا سنذكرها بإذن الله في الشرح. سبب الاختيار كذلك لهذا الكتاب منهج السالكين، نريد أن يكون لنا مدخل للفقه، لابد أن يهيئ الطالب لدراسة الفقه، يعني تعطيه شيء مختصر مجمل ثم بعد هذا يتوسع، يضبط مسائل أولا ثم بعد هذا تأتيه المسائل المطولة. كما ولله الحمد مر معنا، بدأنا بدراسة الأصول 3 ثم قواعد 4 ثم بعد هذا توسعنا في كتاب التوحيد وفي العقيدة الواسطية. فنريد يعني بهذه الدورة أن يعرف الطالب أبواب الفقه، يعرف المسائل، يضبط الضوابط التي ذكرها العلماء في كل كتاب من كتب الفقه، وهذا بإذن الله يوصلنا إلى شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشرح هذا الكتاب، أي الزاد، زاد المستقنع، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. فنحن الآن ندرس هذا الكتاب منهج السالكين، وأنتم بعد الدراسة تراجعوا في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشرح الممتع، وهو على اسمه ممتع. نلخص الكتاب، نذكر الضوابط في كل كتاب من الكتب، وبعد هذا إن شاء الله تعالى يعني نأتي ببعض المسائل الفقهية. قبل أن نبدأ بدراسة الكتب على ما اعتدنا عليه، نحن في العادة نفهرس الكتب، لماذا؟ حتى تعرف محتوى الكتاب. الفقه الآن، ما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهم، هذا في اللغة. طيب هنا في الاصطلاح، اصطلاح من؟ يتصالح علماء الفن
وأن يختاروا كلمة ويجعل له معنى عندهم. ولذلك يقول الفقه لغة يعني عند من؟ عند أهل اللغة. واصطلاحا عند من؟ الآن نتكلم بكلام من؟ بكلام الفقهاء. إذن الفقه اصطلاحا يعني عند الفقهاء معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. من يعيد لي هذا التعريف؟ نعم، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. واحدة واحدة حتى يفهم طلاب. المعرفة كيف تكون؟ كيف تعرف المسائل؟ قال تعرف بالعلم الذي هو 100% يعني يقين، الله ربنا. نعم، هذا علم يقين 100%، أو قول راجح. قول الراجح، القول الراجح بالنسبة المئوية من 51% إلى 99%. يا أخوانا عندنا إدراك الأشياء إما أن يكون يقين يعني 100% بالنسبة المئوية، هذا أمر واضح عندنا. ما تعرف النسبة المئوية؟ معلوم عند الكل. فإذا كانت المعرفة 100% فهذا معناه يقين. هل تشك في وجود الله، في أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والموت المدبر ومنفرد بأنواع التوحيد الثلاثة؟ هذا يقين 100%. إذن هذا علم يقين، صحيح؟ نعم. طيب الثاني، القول الراجح. القول الراجح من 51% إلى 99%، هذا قول راجح. يعني مثاله، هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ هذا يقول القول الراجح والله أعلم، الذي يرجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. هذا قول راجح أو يقين؟ راجح. من كم في المئة؟ 51% إلى 99%. مفهوم؟ طيب القول الثاني المرجوح، أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، هذا من 1% إلى 49%. مفهوم؟ أي نعم، هذا قول مرجوح. و50% و50% هذا شك، قال ما ترجح عندي شيء، لم يترجح لا هذا ولا هذا، استوى الماء والخشبة، فهذا شك. 0% جهل، قال ما أدري عن المسألة شيء، هذا إيش؟ جهل. نعم، جهل بسيط، جهل بسيط. كم في المئة؟ يا أخوان لا أحد يكلمني إلا هذا، جهل إيش؟ إذا ما يدري جهل بسيط. لو قال لك، من قال لك أصلا أنه لابد من الوضوء في الصلاة؟ تقول هذا جهل مركب تحت الصفر. مفهوم؟ مرة أخرى، يقين 100%، قول راجح 51% 99%، قول مرجوح من 1% إلى 49%، 50-50، 50% 50% شك، 0 جهل بسيط، تحت الصفر جهل مركب. من رام العلوم بغير شيخ، من طلب العلم بغير الرجوع إلى العلماء الربانيين والدراسة عليهم، أي نعم، لابد، ما يمكن أن يكون شيخك جوجل أو شيخك واتساب، ما طريقة السلف. لابد أن تأتي إلى العلماء وتجالس العلماء الربانيين وتدرس عليهم. من رام العلوم بغير شيخ،
يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه فيها حتى يصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا ثم جهل وجهل مركب. حتى قال الحمار، أكرمك الله، حمار تومة، هذا قال حمار الحكيم تومة، حمار يتحدث، نعم هذا الشاعر يعني يقول: لو أنصف الدهر ما كنت أركب. لو أنصف الدهر هذا شرك أكبر، نسبة الحادثة للدهر، حمار والشرك أكبر وكذا أحسن من تومة هذا، لأنه جهل وجهل مركب. لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جهل مركب. مفهوم؟ إذن الفقه يكون بالمعرفة. المعرفة تكون كم بالمئة؟ 100% يقين أو قول راجح كما هو في أغلب الأحكام، من إلى 99. إذن هذه المعرفة، معرفة الأحكام الشرعية. أحكام شرعية يعني الأحكام المتلقاة من الشرع، خرج بهذا الأحكام العادية والأحكام العرفية. تقول: هذه سحب ركامية كذا، الاتجاه الرياح من الشمال إلى الجنوب، نتوقع نزول أمطار بإذن الله، يصح؟ يصح، نعم، قال بإذن الله. هذا هل هو حكم شرعي؟ نعم، الأحكام الشرعية متلقاة من الشرع. إذن هذا مبحث الفقه، الأحكام متلقاة من الشرع. العملية خرج بهذا الاعتقاد. العقيدة فقه. سبحان الله، نعم، فقه، أعظم الفقه في الدين. إخوان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سمى كتابا له، سمى بماذا؟ الفقه الأكبر. نعم، إذن هنا الأحكام الشرعية العملية خرج بهذا الاعتقاد. بأدلتها التفصيلية خرج الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية تكون عند الأصوليين: الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي الفساد، صحيح؟ هذا عند من؟ عند الأصول. أما الفقهاء يفصلوا في المسائل: هذا الباب فيه كذا وكذا من الأبواب والمسائل والشروط والأركان والواجبات وكذا. مفهوم؟ من يفصل في المسائل؟ فقهاء. ومن يجمل؟ علماء الأصول. الله يفتح عليك، تعيد التعريف الآن مع الشرح. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا يعني اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء، معرفة بالعلم اليقين 100%، أو القول الراجح. الأحكام الشرعية متلقاة من الشرع، خرج بهذا الأحكام العادية. تقول: هذا جزء منك، صح؟ تقول: الكل أكبر من الجزء، صح؟ هذا حكم شرعي؟ نعم، الحمد لله. أحكام الشرعية العملية خرج بهذا الاعتقاد، مع أن العقيدة هي الفقه الأكبر في الدين، لكن لا تسمى فقه هنا عند من؟ عند الفقهاء، وتسمى فقه عند علماء العقيدة بأدلتها. من يبحث في الأدلة التفصيلية؟ الله يفتح عليك. ومن يبحث في الأدلة الإجمالية؟ الحمد لله، هذا الفقه. مفهوم؟ طيب، أجلس، فتح الله عليك. عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية كما ذكر المؤلف رحمه الله. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية قبل هذا، من هو المكلف؟ من يعرف؟ إخواننا، من هو المكلف؟